أهلا بيكم. النهاردة هناخد تدريبات على درس الكمبيوتر في حياتنا اليومية. السؤال الأول، وضح المجالات التي يفضل فيها استخدام الكمبيوتر عن الإنسان. ألف المهام المتكررة، ب الحسابات الرياضية، ج المواقف الخطيرة. السؤال الثاني، وضح المجالات التي يفضل فيها استخدام الإنسان عن الكمبيوتر. ألف النشاط الذي يحتاج للتفكير وإبداع، ب النشاط الذي يحتاج التفاعل مع البشر. السؤال الثالث، ما هي المجالات المختلفة التي يستخدم فيها الكمبيوتر؟ 1 المنزل، 2 الشركات، 3 المحلات، 4 التعليم، 5 الصحة. السؤال الرابع، لماذا انتشر استخدام الكمبيوتر في حياتنا اليومية؟ 1 قدرته على معالجة الكثير من البيانات، 2 سرعته في أداء الكثير من البيانات، 3 تقليل الوقت المستهلك مقارنة بالإنسان. السؤال الخامس، كيف يستخدم الكمبيوتر في المحلات؟ قراءة الأكواد المطلوبة على الأصناف وكتابة الإيصالات ومتابعة المخازن وربط المحلات مع البنوك عند الشراء ببطاقات ائتمان. وبكده نكون خلصنا السنة، ونقابلكم في درس جديد معنا فنتعلم ببساطة.